مساء الخير. طقس صيفي معتدل الحرارة وعالي الرطوبة نسبياً عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بيستمر للأيام القادمة. إذن لبكرة جونا غائم جزئياً مع تشكل للضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وبالداخل واستقرارها ساحلاً، واللي رح تتسجل على الشكل التالي. بنبدأ مثل العادة من الشمال، وعكار عم بتسجل 29 درجة، طرابلس 31، العاصمة بيروت وصورة عم بيسجلوا 30 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 35، اللقلوق 20، زحل 33، وجزين 28 درجة. نسبة رطوبة الساحل عنا عم توصل لل 85%. الريحة السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 وبتوصل ببعض الأحيان لل 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للثلاثة والأربعة جونا مثل ما سبق وذكرت غائم جزئيا مع تشكل للضباب الكثيف على المرتفعات القريبة من الساحل والمتوسطة، ودرجات الحرارة بتسجل أقصاها ساحلا 30 درجة. للخميس والجمعة جونا بتابع غائم جزئيا مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات، ودرجات الحرارة بتبقى مستقرة على 30 درجة لنهار الخميس، إنما بترتفع لل 31 درجة للجمعة بفعل اقتراب موجة حارة بتأثر على الداخل اللبناني بالدرجة الأولى، وبتوصل لل 35 درجة بالداخل 31 درجة ساحلا. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة. لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.